اكثر. ايه باش يقدر باش الكافي ديما ما كيتهرش. واخا من الكافيه كنخرجوها باينه حنا راه طابت كنخرجوها كنقلبوها على واحد الزيت نقي مرشوش بسنيده وغادي نلفوها حول نصها يعني وهي سخونه على شكل سيجا او لا كي كتعرف لي بيش راه غادي نقلبوها على شكل كاسو غولي باش لينا لا فورم وهي سخونه غادي نخليوها تبرد بحال ما خليناها مزيان باش نخليوها تبرد مزيان نحلوها ندهنوها يا اما بشوكولاته قديمه او لا كونفيتور حسب الذوق يا اما دابريكو يا اما ديال الفخازي اللي بغات السيده اللي بغات حسب الذوق غادي نعاودو نلفوها عاوتاني على شكل سيجار مره اخرى وغادي نغلفوها ببلاستيك غذائي وندخلوها للمجمد تقريبا واحد 15 حتى 20 دقيقه باش تشد لينا راسها باش كاش نخرجوها ونقدروا نقطعوها واخا وقت اللي كنا ندخلوها للمجمد على ما نصاوبو لاموس نخليوها واحد 15 دقيقه ونبداو نصاوبو في لاموس الشوكولا واخا وغادي نذوبو 200 غرام ديال الشوكولات اسود في حمام مائي على ما يذوب لينا مزيان نحيدوه ونبداو نحركو خاصو يكون بارد باش نضيفو ليه الصفار ديال البيض واخا نبداو نحركو حتى يبرد لينا مزيان نفرقو الابيض بوحدو والاصفر بوحدو ديال الصفار البيضات اللي عطيت فاش يذوب الشوكولات قلنا نبداو نحركو حتى يبرد نضيفو له اصفر البيض وحنا كنحركو ونخليوه يبرد شويه على ما نطلعو بياض البيض واخا نطلعو بياض البيض مع قصه ديال الملح حتى يولي لينا عاوتاني بحال الدوش ونضيفو الخليط ديال الشوكولا ملعقه خشبيه في اللون غادي شويه غادي يكون صعيب باش تدخلو لان غادي يكون قاسح شويه ولكن غير دوك ثلاثه المعالق هذا صافي كتولي سهله كتولي سهله عليك باش تدخل بياض البيض ونبقاو ندخلو اتجاه واحد باش منهرسو في البيض او ميم طون باش تجينا اون موس اللي هي زوينه دونك ندخلوها للثلاجه نجبدو لو كاطو غولي اللي عندنا في الكونجيلاتور ياك خاص يكون بارد مزيان كيف قلنا مينيموم واحد 15 دقيقه دونك نحطوه على صينية أو على طاولة العمل نقطعوه دوائر رقيقة يعني تقريبا واحد سنتيم دوائر رقيقة نجيبو واحد الإناء اللي عندنا دائري أو صلادياغ باش تكون غارقة لأنه مش هي شكل غارقة إناء مثلا شي هذاك اللي كنطربو فيه البيض يكون عنده شكل هبالي من تحت يكون مقعر يعني من جنب أيه ولا كيف ما قلتي ديك الصلاه ديال اللي كنديروا فيها الشلاضه اللي كنقدموا فيها الشلاضه يعني ديال الجاج هذيك حتى هي كتعطي الشكل اللي ديال شارلوت اللي كيكون حنا عندنا المهم هو تكون واخده شكل جدالي من التحت باش تقلب واخا ما تكونش كبيره بزاف كيف قلنا غادي نغلفوها ببلاستيك غذائي ونبقاو نعرضو مزيان ما نخليوش داكشي نكمش وهذا نغلفوها مزيان ونخليو الجوانب نخليو الجوانب على برا باش غادي نرجعوهم في الاخر غادي نسقيو هاد غادي نديرو بلوطو غادي نسقفو كيف قلنا غادي نديرو لو بلاستيك الغذائي وغادي نخليو الجوانب مزلية باش لأن نقلبو لا جينواز نسقفو الدوائر وحدة بوحدة غادي نديرو وحدة في القاع ديال الإناء وحدة وغادي نبقاو بحال غادي نبنيو بحال شي أركتيكتورال يعني قطعة حدا قطعة أي غنديرو قطعة في الوسط وغادي نكملوها وحنا كنديرو وحدة حدا وحدة حدا وحدة حتى نوصلو للفوق ديال المول حتى ماشي وحده على وحده يعني في الوسط يعني هذاك الإناء كنغلفو بداك لو بيس بلي غولي يعني كنديرو إيه كيف ما قلتي وحده حدا وحده وحتى كنكملو يعني في الوسط ديال داك الإناء وفي الجناب ديالو أيه خلالنا دونك غادي نوجدو واحد السيرو اللي هو فيه مثلا جوج ديال البرتقالات مع ربعة ديال المعالق ديال سنيدة أو ثلاثة على حسب الذوق حتى يذوب لينا ديك سنيدة مزيان في داك السيرو نحركوه شويه غير على ما يبرد لينا غير شويه ونجبدو واحد البانسو ونبقاو نسقيو هذوك لي بيسكوي اللي درناهم نبقاو نسقيو هكذا 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 حتى المهم ماشي يكونوا مسقيين بزاف وماشي يكونوا فين داك العصير باش يتشرب لينا داك لوكو ديال لو جو دورونج في الاخير لا غادي نجبدو داك العموس ديالنا من الثلاجه وغادي نخويوها في الوسط ديال داك الاناء ومن الفوق غادي نديرو وغادي نشيطو واحد لي بيسكوي غولي باش غادي نغطيو من الفوق ديال يعني ملي درنا موس الشوكولا في الوسط اييه
نخلي واحد قطع اخرين باش نزينو بهم الفوق. هي لا لا باش دول دول هذا الكاسو ديالنا غادي نديرو العموس من فوق العموس غادي نديرو تفاح يا اما غادي ندوزو تفاح ندوز مع شويه الزبده والقرفه والفانيله مقله يا ريت يا اما تفاح يا اما اشاط يا اما لوز يا اما بسكوي مقرمش يا اما شوكولاته يا اما اللي بغا كل وحده اللي بغات اييه ضيفهم من الفوق تقبط هذاك لو بسكوي اللي خلينا تقريبا نشرطو واحد الخمسه ولا اربعه لانه ما كاينش قطع كبار اييه اييه غادي نبقاو كنغطيو داك 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 العموس ديالنا اللي درنا داك 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 الدوائر ديال البيكتوي غولي نغطيوه غادي نحطو واحد الطبسيل اللي هو في 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 نحطو واحد الطبسيل اللي هو في في الطاق ديال الاناء ديالنا غادي نكبسو نحطو واحد الطبسيل يعني بحال نتقلو نضغطو عليها باش تبقى محافظه على داك الشكل ديالها باش تبقى نحطها على لافون نحطو واحد الطبسيل اولا غادي نغلفو داك البلاستيك اللي كان في الجوانب ونحط الطبسيل ونثقلو شي شويه بشي حاجه على الكونطلاطور وندخلوها ليله كامله ندخلوها ليله كامله مثلا حنا درناها اليوم في العشيه ندخلوها ليله كامله اللي كنا غنحتاجوها مثلا غطا في العشيه غادي نخرجوها مثلا مع 12 ياك غادي نخرجوها وغادي نخليوها في ديك الاناء مازال تحت باش كتماسك وكتولي على على هذا ديالها ما كتبقاش كلاسي صافي كنبداو نقلبوها كنجيبو طبق التقديم كنقلبو ديك لا شارلوط على طبق التقديم كنزولو على هذاك الاناء اللي من فوق منها كنزولو داك البلاستيك حتى هو صافي وهي لا شارلوط جاهزه وزوينه وغزاله كنبدا كنقطعو كتكون العمود وشوكولا من الداخل ولا درنا فيها شي بيزان ولا شي حاجه من الداخل وكيزير كنجي من برا هائل راك شفتي لا فعلا هي الشكل ديالها ممتاز يعني واحد الدرجه يعني كتبان بحال شي ديكور يعني كتبان بحال شي شابو بحال هذا وكذلك كيف ما قلتي الداخل ديالها بديك الكريمه ديال الشوكولات وخاصه لان درتي فيها الشوكولات من نوع الممتاز يعني عطا واحد اللذه اكثر وقلتي لي على انه ممكن نديروا فيها اي حاجه يعني اي كريمه ممكن نديروا الا درنا بالكونفيتور نديروا كريمه ديال الحامض ولا كريمه يعني كاين كريمات مختلفه